إننا نعلم جيدا أن المهام الرئيسية للكوميسار هو زيادة نسبة الاستثمارات في المنطقة، وإننا نعلم أيضا جيدا أن الكوميسار قد عملت منذ نشأتها لأن تجعل الدول الأعضاء أكثر انخراطا وأكثر تقاربا بينها وبعضنا، ويسرني لان اقول لكم ان بدعم الاتحاد الاوروبي ودعم الدول الاعضاء للكوميسا فاصبحت هناك تنافسيه حقيقيه على ارض الواقع لكثير من شركات القطاع الخاص التي لم تكن تحلم حتى لان ترى نجاح مهامها. كذلك لدينا منصة المرأة الأفريقية، وهي منصة ستتيح للمرأة لأن تصل إلى وسائل التمويل وأن تتبادل الخبرات، وهذا مهم بالنسبة لنا جميعا. وإن أستطيع أن أقول لكم أن كوميسا ستمضي قدما في برنامج الحوكمة الحقيقية الملموسة من كافة الأطراف على أرض الواقع، وهذا يجب أن يتم على في كافة الدول الأعضاء وليس فقط اعتمادا على ما حققناه في الماضي. ولكن أستطيع أن أقول لكم مثلا أن مثلا انتقال السلطة في زامبيا مثلا في 2021 في أغسطس كان قد تم بفضل التعاون الوطني بين دول الاعضاء دول الجوار، وذلك عبر منصه الكوميسا. اننا نتحدث هنا عن ان اقول لكم ان سجل النجاح الذي حققته كافه المؤسسات عبر الكوميسا حققت فعلا ارقاما قياسيه ونفتخر بها، وذلك طبعا اضافه الى مزيد من المؤسسات المفترض التي ستنضم الى الكوميسا. ولكن دعوني أتحدث عن خطة خمسية طموحة جدا للكوميسا، وهي تعتمد طبعا على التحول الرقمي الذي يتعين أن يتم في كافة أوجه النشاط. والخطة تعلم أن لكل الدول الأعضاء سيكون لها دورا رائدا في ذلك، ولكن ستمكن كافة الاقتصاديات أن تتعافى بكافة هيئاتها. أننا نتحدث اليوم عن أجندة الدمج الرقمي والاقتصادي الذي يتعين أن يتم عبر كافة دول الكوميسا، والذي يتعين أن يكون لدينا القدرة على مواجهة التحديات. لأنني في نهاية كلمتي كنت أود أن أقول لكم أننا لكن بكافة كلمات التقدير والاحترام للرئيس هيدرلين لكل ما قام به على مدار 5 أعوام، وأتمنى أن أشكر البلد المضيف ورئيسنا المفضل المضيف السيد عبد الفتاح السيسي لاستضافته لنا في هذه العاصمة الإدارية الجديدة الجميلة. إننا فعلا نتحدث هنا معا يدا واحدة عن التمكين الرقمي بالفعل والاقتصادي لكافة دول الكوميسا، وشكرا.